يقول السائل: كنت محرما فأخذت من أظافري وأنا ناسيا، وسقطت شعرة من لحيتي وأنا أتوضأ، فما حكم ذلك؟ أما سقوط الشعر بغير اختيارك فلا شيء فيه، وأما قصك للأظفار، قصك للأظفار هذا لا يجوز وأنت محرم، لكن ما دمت إنك ناسي ولم تتذكر، الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان. الله جل وعلا يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فليس عليك شيء ما دمت أنك ناس بذلك، ولو أنك فديت من باب الاحتياط، لأن بعض العلماء يقول إن الإتلافات لا ينظر فيها إلى العمد والنسيان، الإتلافات، وقص الأظفار من الإتلاف، فيرون عليك الفدية، لكن الصحيح أنه ليس عليك شيء للآية والحديث. ولكن لو إنك فديت من باب الاحتياط وإبراء الذمة يكون أحسن. والفدية مخيرة بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، ثلاثة أصواع قسمها بين ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع. هذا من باب الاحتياط وإبراء الذمة، ولو لم تفعله فلا حرج عليك لأنك ناسي.